السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هلعب لعبة ايز. دي طبعا لعبة رعب، فيها كذا قصة او كذا شابتر يعني، فيها برضو اونلاين. النهاردة ان شاء الله بنخش نلعب القصة، نلعبها على صعوبة نورمال، وما نخش جوه هشرح لكم يعني بنعمل ايه يعني. طب يا جماعة، دخلنا طبعا دي اللعبة. المفروض ان احنا عندنا 20 كيس يعني او حاجة كده، المفروض نجمعهم، وما بنجمعهم بنروح لباب ونهرب بس كده. في وحش بيجري ورانا يعني، بس كده. هي دي اللعبة طبعا. بقى ايه، عايزين نبدأ بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اولا كده. ده الكيس اللي بنجمعه، بندوس عليه كده بس كده نجمع. مفيش حاجة هنا. طيب تمام، في كيس الحمد لله. طيب تمام كده، جمعنا 2 من أصل 20. ندور هنا برضو كده عشان في درج هنا. مفيش حاجة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نخرج كده. دي العين دي ما بندوس عليها. ايوه خش بس جوه عشان تتكلم. ايوه طبعا، العين دي لما بندوس عليها بنشوف يعني الوحش شايف ايه عشان نعرف هو فين يعني. في درج هنا نشوفه. اشار. طيب تمام، في ناكس كمان. كويس. مفيش حاجة هنا. استنى كده نقدر بس كده. طيب ندور هنا في رقم تاني. في كيسين. طيب كويس جدا. طيب معايا احنا دي كرة افريقيا. احنا هنا او انا هنا يعني. في عين تاني برضو كويس حطها. ايوه مفيش حاجة هنا تاني. عايز اشوف بس هي فين. طيب هي متهيألي هي كده في الدور اللي انا فيه. اخرج. مش هنا حاجة هنا. لا برضو لا، في كيس والله. بس كده مفيش حاجة تاني. نخرج ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يعني برضو باخدها كويس. خش قدي. ايه ده، ايه دي كده المفروض موجودة معايا في نفس الدور. طيب ماشي معانا حاجة هنا. طب هنا برضه مفيش حاجة. هو ايه ده المكان ده، عملت خالص مش اي حاجة. ما علينا، ما خايف ولا اطلع. نخرج ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل تحت. يا نهار ابيض. تيجي تطلعني، هتعلقني من البنطلون دلوقتي. بس طبعا الحمد لله هربنا. بعد كده اشوف هي فين علشان ما اعرف اتحرك يعني. تمشي بقى حاجة. كده طبعا مش حابب اشتغل او شكل بس. طيب شوف هي فين. تمام هي طالعة فوق. بسم الله الرحيم. لا 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 لا. الحمد لله. المشكلة مثلا بقى لما تكون مجمع ال 20 كيس تكون رايح للباب فتخسر، فيعني تكون كده انت المفروض تمسح اللعبة. فين؟
فوق. ننزل البحر تحت. في هنا كويس. بحر وحش. في عين هنا. في كيس هنا برضو كويس. في هنا. في كيس برضو هنا. بدنا نختم الشابتر الاول اول حلقتين. احنا بقى ايه جامدين. احنا دلوقتي في الدور. خد كده بس. كيس هنا برضو. ايه الكتاب ده؟ ما علينا. مش فاهم حاجة. فين هو كده؟ ايه ده؟ هنا. لا لا انت ما بدأت الا الا انت. بقول لكم هتعلقي من البنطلون. نجري نجري نجري. ايه نهار ابيض. انا هتنفس. طب ايه اطلع فوق. نطلع فوق اللي هو اخر دور يعني. جاية ورايا جاية ورايا. خلاص كده مش قصدي نتخبى. الحمد لله كده احنا هربنا من النار. فاضل لنا طبعا زي ما انتوا شايفين كده. الحمد لله في كيس هنا تمام. في رقم كده مش عارف ايه كده ارقام كده. تليفون رن. ده يقولي لي ده سورة البيت. طب شوية فين. تمام تحت. ايه ده ما علينا. حط في كيس هنا. ايه ده ايه اعرف ده ازاي خدته اصلا. موجودة معايا في نفس الدور. موجودة معايا في نفس الدور. انا خايف ربنا. المشكلة انها تضيع كل العين اللي معايا بس. شوف هي فين. تمام الناس تحت. الناس تحت. نخرج. احنا جايين من هنا اصلا. معني. من هنا احنا بقى. طيب هنا كده مش كلها موجودة معانا. مش عارف الصراحة ايه كانت الارقام دي. كده مين ده؟ في انا برضه نخدها. فارس واحد. حاجة بقى سيبني في حالي بقى. سيبني في حالي بقى. فاضل لي بس أربعة يعني بأربعة وخدت من اللعبة وخدت من الشوط الأول بس يعني. كيف عرفت منها طيب وأمشي؟ طيب دي معايا في نفس الدور. لو خرجت هتنجح. أنا عايز أنزل بس الدور تحت اللي هو آخر الدور يعني.
تشوف في حاجة ولا لأ. الحمد لله. بتاع هنا الحمد لله. ايه المكان ده؟ لما سمعت الصوت ده اتخضيت. حلو حلو، في كيس هنا، انا فاضل كيس واحد. المشكلة إنها عيون، المفروض كده معايا. أنا عايز أطلع دلوقتي ومش عارف أعمل إيه الصراحة. إيه ده؟ طب إيه ده؟ والله كويس، خلاص كده المفروض أنزل تحت. في هنا أصلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده شيطان ده ولا ايه؟ ما علينا. ده ايه ده طيب؟ ايه ده؟ ده بينقلني. ما ينفعش ارجع فوق تاني؟ نهرب 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 بسرعة بسرعة بسرعة. لا خدها يلا. هو الباب ده؟ طيب يلا بسرعة. اوه ماي جاد، ختمت اللعبة يا جدعان، او ختمت يعني الشابتر الاول. نشوف بقى ايه تاني. طب يا جدعان كده نكون ختمنا الشابتر الاول بنجاح، فختمت المهمة. طيب ماشي، ايه سكيب. احنا ختمنا اللعبة في 11 دقيقة و25 ثانية. طيب ده ديفيكالتي. طيب يا جدعان كده نكون ختمنا شابتر اول وتم تمام بنجاح ان شاء الله. كده بقى المره الجايه ان شاء الله كده نفتح بقى الشابتر 2. 500 كوين، الكوينات دي بنجمعها لما نكسب. يعني لازم تكسب مثلا الشابتر الاول ده كتير عشان تجمع كوين وتكسب بقى دول، تجيب 500 كوين يعني وتكسب. فان شاء الله بقى ايه، قولي يعني عايزين اكمل في اللعبه تاني. بس كده، سلام.